اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده، خدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس بديت معاد الناس صحابي. ماشي اوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ ممكن في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم ما تخرجش يعني. طيب انا وعدت مش هتاخر. اوكي ماشي انجوي. كنت ناويين الجاكيت ده محضر. خلاص بقى مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي رايت. باي. داليا؟ انت مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك ان انت عملتيه ده عجبني قوي، كان حلو جدا. اللي انا عملته؟ اه اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص اتعودت شويه جنبي يعني. أكيد أنا دلوقتي صعبان عليك وبعد شوية. لا لا لا، ده كان في الأول، إنما دلوقتي أنا مش هسيبك الليلة دي. بصي أنا عايزك تروح تغير هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مرات. خلاص أنا هغير وأرجع بسرعة. طيب.